يوم استثنائي بامتياز في حياة الثمانيني العم سالم سعيد الإماراتي من دبي، إذ يجد أخيراً عناية منزلية خاصة ضمن برنامج حكومي سيرعاه اجتماعياً وطبياً في بيته مع 57 مسناً ومسنة آخرين. العم سالم استقبل زيارتنا وزيارة مقدمي هذه الخدمة ببيت من الشعر يعكس فرحته الكبيرة بوجود أشخاص يهتمون لضمان العيش الكريم له. دوم السمن دوم كدلك دوم لي خلق الخلق خلق الله، ما فيك السنع والمدهوب ايش حدرك بيت خلق الله. أقول أنك الحمد لله الله والرب سبحانه، بن آدم ما يسوي شيء، الرب هو سبحانه. برنامج وليف لرعاية كبار السن في منازلهم كما حال العم سالم تشرف عليه هيئة تنمية المجتمع في دبي. هذا البرنامج يسعى إلى حماية ورعاية وتطوير نمط حياة هؤلاء المسنين وتوفير حياة كريمة لهم، والذين تختلف أوضاعهم عن 24 حالة فقط من مسنين إماراتيين طريحي الفراش متواجدين في دار الراحة بدبي ويحتاجون إلى عناية يومياً. بعد دراسة الحالات الموجودة في إمارات دبي بالنسبة لكبار السن اللي هم مقيمين لوحدهم في البيت أو مع خدم، حصرنا الأعداد وارتئينا أن في هذه الفئة تحتاج إلى خدمات حقيقة لدمجهم في المجتمع والاهتمام فيهم واهتمام في وضعهم الاجتماعي والصحي. فوجود وليف، برنامج وليف والقائمين عليه، حقيقة زيارات الدورية لكبار السن لنشوف هل هذا كبير السن أو الخدم اللي هو معاه مهتمين فيه، عدم استقلاله ماديا. فحقيقة هو طريق التواصل مع كبار السن. برنامج وليف سينفذه 4 موظفين من الهيئة بالإضافة إلى 147 متطوعاً سيتنقلون بسيارات مجهزة لتقديم الخدمة الاجتماعية والتأهيلية والتثقيفية والعناية بالمسنين في بيوتهم، بأمل رد الجميل والاعتبار لهذه الشريحة التي مهدت لنهضة دبي.